تعالجوا
تشيكوا على الانتر اكشن وعلى الدوزنج لمريضتكم وتاكدوا انه كله بروبر. يلا تفضل. هاي ساعه 10:22 دقيقه، عدوا نص ساعه من الان. كان على 11:12. خلينا نبلش بالجروب لينث 1 باي 1. الفيرست جروب لينث از تريتمنت فيلر اوف يانج ديزيز باي كومبايند اورال كونتراسبتيف او انتريتد يانج ديزيز او Thank you.
perspective than intermittent feeding. هلا الأذر سيناريوز ممكن نستخدم الانترميتنت دوزين لوتيال أو سيمتوم أنسة. لوتيال يعني أني ببلش عليه 14 بوقف على أنسة أثنين. سيمتوم أنسة معناها أنه بس تبلش هي تحس أنه بلش السيمتوم عندها يصيروا بتبلش تاخد وتوقفوا على الأنسة أثنين. إحنا ببلش باللوتيال فيس برضو ببلش بداية 14 بوقفوا على الأنسة أثنين. yes. هلا which one of them بيعتمد على كم مدة السيمتومز before the onset of menses. هذا رقم مهم. بعد قبل ال onset of menses كم يوم البيشن تكون سيمتوماتيك؟ 7 أيام أو أقل نختار السيمتوم onset theory. أكثر من 7 أيام بس still within the luteal phase نعطي luteal phase treatment. Okay. هلا مريضتكم كان عندها ايش؟ سيريال سوماتيك سيمتوم، كان عندها ريجيونال منسل، كمان طوالي ممشنها والكونتينيوم. هلا اللي كتب سيمتوم اونست رح اعتبر له اياها صح. هي يعني اذا انا ما بدي اعطي الكونتينيوس كونه سيمتوم ديوريشن 7 دايز كانت بيفور ذا اونست اوف منسل فاضيها سيمتوم اونست. بس لهي البيشنت كون عندها سيريال سوماتيك سيمتوم الكونتينيوس رح تكون مور افكتيف بان الانترنت. لوتيا كيس بحط لوتيا الغضب. اوكي هلا نيجي على الدوزين كيف رح نعطي الدراج. هلا الكونتينيوس نعطي زي الدبريشن عادي بنبلش بالستارتنج دوز نعمل دوز تايتريشن حتى نوصل للافكتيف دوز وتضلها ماشيه عليها. اذا قررت انها بدها توقف فور اني ريزن لازم تيبرينج على الكونتينيوس. هلا بالنسبه للانترميتنت دوزين الموضوع مختلف. نفترض انه هي ماشية على ست شهور. شوف في عنا starting dose في عنا effective dose في عنا maximum dose. كل cycle ببلش في starting dose بخدني على starting dose يومين مثلا وبعديها بعدين للإفكتيف دوز هي 50. مثلا بلشت 25 ليومين زدت بعدين لـ50. هلا cycle الأولى بشوف الريسبونس تبعت الـ50 إذا كانت كافية السايكل الثانية بعيد نفس الاشي ببلش 25 وبرجع ارفعها على 50. مش داعي نعمل تيبرينج وبرجع ديسكونتينيويشن. هلا اذا ما جابت ريسبونس دوس الـ50 السايكل التالية بتكون نبلش 25 نرفع على 50 بعدين نزيدها تصير 100 ونعمل اسسمنت وهكذا حتى اوصل للماكسيموم دوز اللي ممنوع الانترميتنت دوز السترين يكون اكثر من 150 بينما الكونتينيوس بيوصل 200. فهي بالنسبة للانترميتنت دوزينج. هلا الانترميتنت دوزينج سواء كان لوتيال او سيمتوم انتوت مش داعي نعمل تيبرينج او جرب ديسكونتينيويشن بس التايتريشن لازم بكل سايكل. ليش التيبرينج ما مش ضروري على الانترميتنت؟ لانه بلحق هي اصلا مش مخليته لفترة طويلة. هي عادة نعمل التيبرينج للانتي ديبريدنت اذا اخذتهم البيشن فور 3 weeks or more. إذا قل من هيك ما في داعي نعمل. يعني على continuous بعملها تيبرينج. Yeah, continuous. إذا قررت إن من الوقت اللي صار أي فور أني ريزن نعمل تيبرينج لازم تيبرينج. أوكي؟ هلا بنجرب اللي صار أي الأول نعمل له دوز تايتريشن وصلنا للماكسيموم دوز وما كانت الريسبونس يعني مرضية للمريضة. You can switch to another star eye. ممكن تجربوا 2-3 different star eyes. ممكن إذا كانت المريضة ماشية على لوتيال فيز أو انترميتنت دوزينج أحولها لكونتينيوس والعكس ممكن تحولها من كونتينيوس للوتيال فيز. فكل ما دار ممكن نجربهم قبل ما أروح على الثيرد لاين تريتمنت. هلا إذا أنا مبلش بالإس آي آي فور ذا فيرست تايم لأنه المريضة ما لقى كونتربشن وما جابوا نتيجة ممكن تسويتش تو كومبايند. ماشي بالكومبايند بجربهم 3 سايكلز ما نفعوا بروح على الثيرد لاين تريتمنت. هاي هي المانجمنت اوف دي ام دي. طبعا الديوريشن اوف تريتمنت از ان نون بس عادة بنعطي ل تريتمنت لسنة وبنعمل ري اسسمنت. عادة اغلب البيشن بترجع يصيروا سيمتوماتيك وبنضل ماشيين على تريتمنت انتل ميني بولز اور ريجنانس. اوكي هلا نيجي على الهيفينس. هلا مريضتنا وان دايجنوز الهيفينس 6 مانثس اجو ما كان في ذاك الوقت بتاع كونتراسبشن فعطوا هالأدوية اللي نعطيها للبيشنت اللي ما بدهم كونتراسبشن زي الأنسيد أو الترنزانيك أسيد.
فهي بلشت with unsaid كان تاخذ بطريقة صحيحة بين عن تاخذ 5 days قبل الأنثى في اليوم وبتكمل عليه. هلا كان effective وجايب معها نتيجة ولما زادت combined صار الإفكاسي أحسن. يعني حطت لكم البيشنت إنه المنستريشن تايم أقل كذي من إنه بس مع الأنثى. هلا كون هي بلشت combined لأنه بدها contraception ما في داعي إنها ماشية على الأنثى. You can discontinue it. هلا إذا بدكم تخلوه لازم أتليست إنكم تكونوا نقصوا الدوز للماكسيموم allowed دوز اللي هي 150 ملي جرام بير داي. خمس المعدل الديكلوفيناكين. This is overdose. هلا شوفوا هون في عنا بروجستن only indication. بينعطوا فورمولين بس هدول مش نفس فورمولين البروجستن only بل فور contraception. ما قلنا هاي يصير فيها مسليتين. الميني بيلز are not effective for management of pregnancy. وزي هون لقيته نوجستريل امبلانت رغم انها هاي ممكن ويتان تعمل امينوليا بس ما بنعطيهم فورمولين. الفيرست لاين الاستروجين containing combined oral contraceptive او الليجونورجستريل كونتريتر انديبارس. هلا الليجونورجستريل في منه عيارين. العيار الكبير اللي هو 52 هذا بيعمل امينوليا. We will not use it for this patient لانها اصلا ما بدها تعمل امينوليا. ممكن اذا بتحبت انها تغير من combined او من oral لا كونتريتر انديبارس نعطيها الدوز الاقل من الليجونورجستريل كونتريتر انديبارس. الكبر كونتريتر انديبارس بصير اعطي لها البيشنت كبر انتريترين ديبايس. اهم ديس ادفانتج فيه انه بعمل كبينس ماشي. فهذا بيحط البيشنت ات انكريز ريسك اوف ايرون ديفشنسي انيميا بزيد الريسك اوف ديسمينوريا. هاي البيشنت اذا قررت تتغير من بلز لاشي ثاني ما نعطيها كبر انتريترين ديبايس. نيجي على الديسمينوريا شو رايكم فيها؟ اذا البيشنت ما بيها كونتراسبشن simplest option هو الانسيت. ونفس الشيء بتبلشوا بالوقت اللي بتكون عارفه مثلا رح يصير في عندنا بين one day before تاخذوا بتستمر عليه للفتره اللي هي عارفه انه بيكون عندها بين او ديسمينوريا عاده 2 to 3 days مش اكثر. هلا اذا البيشنت بدها contraception كل الكونتراسبتيف ميثود ار effective فور ديسمينوريا مانجمنت with except of cover intrauterine device. فالميني بيلز مثلا هون كان بيوز فور مانجمنت اوف ديسمينوريا بس ما بنعطيها فور هيفينس. متذكرين ايش كانت اهم ديس ادفانتج لها؟ سبوتينج و ايراتيك بليدنج باترن. هلا نيجي على اخر نقطه بالكيس اللي هي الانيميا. لما عالجوا لها الهيفينس المفروض عالجوا معه الانيميا. ما بصير نعالج الانيميا بدون ما نعالج الهيفينس او نعالج الهيفينس ونترك الانيميا. فالبيشنت كان الهيموغلوبين تبعها 10 وكان الام سي دي 70. هلا ما عندنا ايرون انديسس نطلبهم لانه عشان نعمل اسسمنت للريسبونس للاورال ايرون. فهل في داعي نعطي اي بي سي ترانسفيوجن فور ذيس بيشنت؟ لا هذا نعطيه للفيري لو هيموغلوبين يعني 7 على 8 او اقل او الهيمودايناميك انستابيليتي. في داعي نعطي اي بي ايرون؟ ما عندها ولا اي انديكيشن للاي بي ايرون. طب نعطي oral iron. Which oral iron? بدي جوانبا. You can use any. بس عادة ببلشوا بالحجر السلفيت لأنه فيه elemental iron أكثر نسبة. بس هاوي بل أي واحد صح. هلا هذا التابل موجود فيه ال oral iron salt وأسماء تجارية وكم كل واحدة فيهم فيها elemental iron. هلا المطلوب منكم تعرفوا اسم salt وكم فيه elemental iron person. مش تحفظوا لي هاي الأشياء بتاعي. يعني تحسبوها حساب. مثلا الفيرس السلفيت فيه 20-30% إليمنتال آيرون. فأنا لما بدي عيار الحبة معي 325 بضرب 325 ضرب 30% رح يطلع معكم إن الحبة الوحدة فيها 65 ملي جرام إليمنتال آيرون. فهدول الإليمنتال آيرون الوحيد اللي بيكون الرقم المكتوب فيه على الباكيت من برا هو نفس الكونتنت أوف إليمنتال آيرون هو البوليساكارايد ايرون كومبلكس. يعني مثلا ناخذ مثال هذا اسم تجاري بولي ايرون 150 كبسول كم فيه اليمنتال ايرون؟ 150 يعني زي كانه 100% بينما الفيريس سلفيت لما بيكون مكتوب على
بطلنا نعطي الايرون ثيرابي ريجولارلي الجرعه الكبيره اللي هي 150 الف مثل ايرون. هذا ريكومنديشن قديم. هلا صار عندنا نقلل الدوز نعطيها افري اذر داي، هذا بزيد الابسوربشن وبنقص الريسك اوف سايد افكت. هي احنا ممكن نعطيها في الريسبتيت حبه واحده يوم بعد يوم. ايش بنعمل مونيتورينج؟ هلا حتى نشوف انه الانيميا ارتفع الهيموغلوبين رح اعمل سي بي سي هيموغلوبين هيماتوكريت وهي الاشياء. هلا حتى اشوف الايرون سورس رجعوا للنورمال او لا يفضل الفحص الافضل والسيرم في البيتين استخدمه اكثر شيء دقيق. هلا ممكن تشاركوا على الانتر اكشن رح يطلع معكم انتر اكشن بين الدروسبينون والانسيد اللي هو بزيد الريسك اوف هايبركالمينيا. احنا طبعا حكينا انه هي المريضة ما بتاخذهم مع بعض فهذا الانتر اكشن از نوت هاي سيجنيفيكانت. هلا في عندنا انتر اكشن ثاني اللي هو اللي الناس اللي اضافوا اس اي اي وخلوا الديكلوفينات. هلا الاس اي اي لهم انتي بليتلت اكتيفيتي ويذ اني ثينج لو انتي بليتلت اكتيفيتي رح يزيد الريسك اوف بليدنج. هيدا عمل معنا الاسبوع الماضي لما كنا نحكي وايفرين مع بيروكسيتين. هلا شغلة ثانية هون المهمة الأهم من هذا الانتراكشن إنه الأنسيد بنقصوا الإفيكاسي تبعات الاستثارات على الديبريشن مثلا أو على السايكاتيك سيمتوم. فلما بستخدمهم مع بعض بضلوا في ديلي ريجيمنت هون الإفيكاسي رح تكون كبيرة. فممكن إنه البيشنت الديبريشن تبعه أو البي إم دي دي سيمتومز ما يستجيبوا كويس. فالحل إذا أنا مضطر أعطيهم مع بعض اني اضلني اعمل مونيتورينج على الامبروفمنت اوف ديبريشن عند المريض. هون مريضة ما بتستخدم جست فور فيو دايز واذا انتوا اعطيتوا ايش انتميتن دوزينج ما رح يكون في عندنا فو ادمنستريشن فما رح يكون في عندنا بروبلم وذ ذس انتراكشن. خلاص طيب فاجين مريضتنا هون عندنا وقفنا لها الديكلوفينات هذا الانتراكشن انضغط بدخلينا وكنا معطين سنتم قلت صار الانتراكشن از نوت ابليكابل تو اور بيشنت فانا ما بتاخذهم مع بعض. واذا اعطينا كونتينوس للسنترالين وخلينا الديكلوفينات كمان نوت هاي سيجنيفيكانت لانه عم نستخدم الديكلوفينات جست فور فيو دايز هذا الانتراكشن بيكون سيجنيفيكانت لما بتكون تاخذهم الاثنين ديلي. هذا الالجوريثم مر معنا الفصل الماضي حكينا ايش المانجمنت اوف هايبركاليميا نشيل اي شيء بيرفع البوتاسيوم نعمل دايتري ريستريكشن ما في داعي لاكيوت مانجمنت. الاكيوت مانجمنت بس في كيس اوكي. يلا نفوت على الكويس.
Thank you.